اتكلم عن ابدا معك ابو عبد الرحمن في تفضل. موضوع اخر، اللي هو الانديه السعوديه تعلن دعمها للاتحاد في مشواره الاسيوي. الاتحاد هو الممثل الوحيد للكره السعوديه في اسيا، وهو اللي عليه الحين الحمل. يعني ليس الأندية فقط، الكره السعوديه يعني نعم عندها حاله، خلينا نقول غضب او زعل بينها وبين الفرح والانتصارات، يعني على المستوى الدولي. لا شك، أنا أقول حتى الإعلام بشكل عام هو فعلا متواجد يعني بشكل محدد مع فريق الاتحاد اللي فعلا يمثل الوطن من خلال تمثيله في البطولة اللي تعتبر هي الأقوى على مستوى القارة الصفراء. فأعتقد الاتحاد، إحنا اليوم أو يوم الأربعاء كل سعودي سيكون اتحادي، وأنا أول الاتحاديين اللي يعني أفتخر وأتشرف حقيقة أنه أدعو لهذا الفريق في أن يتجاوز فعلا هذه المرحلة وينتقل إلى دور الأربعة. فريق فعلا مونديالي قادر أنه يثبت وجوده. الجمهور السعودي جمهور ذواق، ويحاول قدر المستطاع أن يكون متواجد بشكل إيجابي من خلال حضوره أيضا مساندة الفريق الاتحاد بإذن الله، امتدادا لحضور الإعلام وأيضا لحضور المسؤولين الموجودين في هذا يشكل الدولة ضغط على السعودية. الاتحادين، أنا أعتقد أنه بإذن في الله ضغط تعالى على الاتحادين من المجتمع الرياضي السعودي، من سبب ضغطهم على اللاعبين ومطالبتهم من الاتحاد بالفوز والذهاب بعيدا في هذه البطولة. الاتحاد عنده ضغط من أنا أعتقد من خلال معرفتي الشخصية بسعادة اللواء محمد بن داخل رئيس النادي، وأيضا مثل ما شفنا الحضور الإيجابي للفريق الاتحاد من خلال المسابقات الآسيوية وتفوقه على نفسه وعلى ظروفه والتواجد فيها بشكل إيجابي وتحقيق نتائج فعلا شرفت فيها الكرة السعودية. أنا أعتقد أنه حيكون له حضور وحضور مثالي من خلال الدعم حقيقة اللي فعلا تواجد وتوحد من خلال مشاركة فريق الاتحاد النادي الوحيد السعودي اللي يشارك في هذه البطولة، وحضور وخروجه من خلال المباراة القادمة يوم الأربعاء إن شاء الله بإذن الله بنتيجة إيجابية. احنا نذكر في البطولة اللي وصل فيها الاتحاد النهائي كان إدارة جديدة، خالد المرزوقي بدأ وكانت على النصف النهائي والنهائي وخسر، وبعدين طبعا كان حديث أنه والله إدارة لم تتعامل جيدا مع البطولة، قلة الخبرة. الآن محمد اللي هو محمد بن داخل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد يدخل هذه البطولة والاتحاد في دور الثمانية، يعني قبل المرحلة، بس أنه الاتحاد واصل مرحلة متقدمة. هذا ممكن يسوي بعد ضغط على الإدارة، على محمد بن داخل رئيس نادي الاتحاد؟ بكل تأكيد، لأن إدارة الاتحاد يعني أحد أهم أهدافها عندما عينت هو البطولة الآسيوية، ولغاية اليوم محمد بن داخل يقول أن الجهد مركز على الناحية على المسابقة الآسيوية. أعتقد أن الاتحاد قادر بالرجال أنه يمثل الكرة السعودية، ولو كنت أرى أنه كان يجب أن ندعم الاتحاد أكثر. كيف؟ يعني أعتقد أنه يعني ما أشوف مبادرات كثيرة. يعني اليوم صدرت مبادرة من نادي النصر وبيان رسمي بدعم الإدارة معنويا وماديا، بحيث أن الإدارة طالبت الجماهير بالوقوف خلف ممثل الوطن. أيضا عضو الشرف العميد فهد المشيقح تبرع بألف تذكرة للجماهير الاتحادية لحضور المباراة. أعتقد جماهير النصر في جدة راح تكون موجودة لدعم ممثل الوطن نادي الاتحاد. طيب في نقطة أتركها لو سمحت لي، بس إن هي عملية الآن تواجد الاتحاد في أول مباراة أمام التعاون وخروجه بنتيجة إيجابية، اعتقد انه هذا مؤشر ايجابي انه فعلا الاداره استطاعت يعني تحتوي الفريق وتخرجه من عمليه الضغط اللي موجود الان ومطالبته بالظهور بشكل طيب. ايجابي امام الفريق الكوري. سؤال مشترك للجميع، نعم. وابدا في معك ابو عبد الرحمن واخذ اجابه ابو فارس. تخافون على الاتحاد من ايش يوم الاربعاء؟ انا الاشكاليه ذكرتها في بدايه الموسم انه الاتحاد اذا كان عنده مشكله فالمشكله موجوده تكمن في عمليه محاول الارتكاز وايضا اللي يسبب اشكاليه كبيره جدا على خط الدفاع. لكن اذا كان هناك مشكله فالمشكله ما هي موجوده الا عند الاتحادين. متى ما رغب الاتحاد التواجد بشكل ايجابي والتفاعل والتعامل مع المباراه بشكل معقول ومنطقي، انا اعتقد انه سيتجاوز فريق الكوري الصعب جدا من خلال المباراه القادمه. انا اعتقد فقدان التركيز ممكن يكون احد اهم اسباب لا سمح الله اخفاق نادي الاتحاد. يجب ان تتعامل المباراه كل مباراه على حده، ما تفكر في مباراه اليوم. احنا عندنا محور كامل راح نتكلم فيه عن الاتحاد.